وبالعودة إلى خبر اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، معنا عبر الهاتف معالي الشيخة هية بنت راشد آل خليفة عضو مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة. نرحب بك معالي الشيخة هية في نشرة الأخبار. وبداية، الدعوة الملكية السامية لاستضافة البحرين لاجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة لا شك تحمل عددا من الدلالات والمعاني وتجسد دور البحرين ومكانتها الدولية. يعني ما هي أبرز هذه الدلالات من وجهة نظرك؟ في البداية أشكر جلالة الملك المعظم على رعايته واهتمامه المستمر لما يدور في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعمه لأعمالها، وأشكر جلالته على تكرمه بدعوة مجلس رؤساء الجمعية العامة لعقد اجتماعه الدوري هذا العام في مملكة البحرين. أن استضافة هذا الاجتماع في مملكة البحرين يعكس الاهتمام بما يدور في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الهيئة المشكلة من جميع دول العالم، أي برلمان العالم، والمساهمة في دعم وتحقيق أهدافها الرامية لأن يعم العدل والسلام والأمن والأمان في هذا العالم. ويتمثل يعني دور مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناقشة القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، ويقوم بدور استشاري للرئيس ويضع تصورات واقتراحات وعمل دراسات للمسائل المطروحة على الساحة الدولية. يعني يتشكل مجلس رؤساء الجمعية العامة من جميع الرؤساء الذين تولوا رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويترأس اللجنة حاليا السيد هانس سونغسو رئيس الجمعية العامة في الدورة 56، وهو رئيس وزراء سابق في كوريا الجنوبية. نعم، معالي الشيخة هية بنت راشد آل خليفة عضو مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكرا جزيلا.